قضية الهجرة غير الشرعية قضية مشتركة ولا يمكن لدولة مواجهتها بمفردها، تصريح أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته المسجلة بحفل إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026. من جانبها قالت السفيرة نائلة جبرة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أن ما نشهده هو نتاج عمل جماعي متكامل يعكس التزام مصر بالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا إقليميا وعالميا. لا أنكر ومن أهمية أن احنا نشتغل ونشتغل أكتر كلنا في إطار اللجنة الوطنية وفي إطار الحكومة، ولكن ده أعتبره نجاح، وأعتبره أيضا نجاح أن كل الجهات اللي قاعدة مع حضرتك هنا هوت مؤمنة بأننا عملنا مجهود، فبتقدم المساعدات بالنسبة لعملية التدريب وعملية التوعية. وبالفعل بدأنا نعمل لقاءات على مستوى كل محافظات مصر، خاصة المناطق اللي كان مشهور عنها ان هي يعني مناطق بتسعى او الشباب فيها بيسعى للهجرة غير شرعية. بدأنا نعمل ندوات، بدأنا ندرب الشباب، بدأنا نعمل مشروعات تنموية. وتضمن الحفل استعراض محاور الخطة والتي شملت الوقاية، إعادة الإدماج، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطرها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية. The cooperation between the European Union and Egypt is actually already very good and very strong. التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر قوي جدا، فمصر شريك مهم في التعامل مع هذه القضية، قضية الهجرة غير الشرعية. إن مصر تلعب دورا هاما للغاية في هذا الإطار، وهناك برامج تدعمها الدولة المصرية للتعاون الاستراتيجي بينها وبين الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية السفير نبيل حبشي في كلمة نيابة عن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكد على أن النجاح الذي حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال. تبنت مصر استراتيجية متكاملة في القضاء على الهجرة غير الشرعية حتى أصبحت نموذجا ناجحا دوليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية بمختلف الوسائل والطرق، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة مع هذا الملف في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية. أسماء حسن، النيل للأخبار.